من الأخبار كمان اللي كانت موجودة على مدار الأسبوع وجايز ملف مهم قوي. كتير لما كنا بنتكلم عن مشكلة بتخص واحدة من الجهات في البلد، كنا وبنقول بعض، مش بنقول كل طبعا، بنجد إن بعض المسؤولين وبعض الناس على كراسي المسؤولية من المسؤولين أيا كان بقى هم يعني بيشتغلوا إيه أو بيشتغلوا فين، بس فكرة المسؤول اللي فاهم طبيعة العمل، فكرة المسؤول اللي عنده دراية بطبيعة عمله، بفكرة القيادة، بحاجات كتير قوي. كنا بنلاقي ان مسؤولين كتير ما عندهمش الموضوع ده. ولكن سمعنا طبعا عن المدرسة الوطنية لتأهيل الشباب، في واحدة في فرنسا ومصر اعتقد ان هي يعني في شراكة وهتقوم بنفس النوع من يعني هتعمل أكاديمية أخرى ومدرسة. الأسبوع ده الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل رئيس المدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة، ومدير المدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا اتكلم عن تجربة لما جه مصر، اتكلم عن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة. والحقيقة ان هو كان معجب جدا بهذا البرنامج وكان معجب بشباب البرنامج الرئاسي اللي قابلهم، واكد ان هو عايز يتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب. مدير المدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا وصل القاهرة في زيارة خلال الأسبوع اللي فات، كانت الزيارة الغرض منها ان هو يشوف هل في إمكانية للتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب وانطلاق التعاون ده مع تأهيل الشباب اللي بيتم في فرنسا. وعقد مدير المدرسة الفرنسية لقاء مفتوح مع شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة. خلال اللقاء اللي كان معاهم أكد على تقدير واعتزاز باللي بيقدمه الرئيس السيسي للشباب المصري، وخصوصا اللي بيخص مجال التأهيل. وأكد كمان أنه هو سعيد جدا بزيارته لمصر وأشاد بالشباب المصري اللي التقى بيهم وبكل اللي شافه من مجهودات الشباب. وده أكيد الموضوع اللي بيأكد على أن تجربة البرامج الرئاسية لتأهيل الشباب والكوادر الحكومية هي قد إيه ناجحة، وتنفيذها في الوقت الحالي هو مهم جدا. كمان اتكلم مدير المدرسة الفرنسية عن أن في تجارب نماذج محاكاة هو اتفرج عليها في إطار تلك البرامج، ودي بتوازي اللي بيتم تطبيقه في فرنسا. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو ده عن الأكاديمية ونرجع نكمل مع حضراتكم. L'Académie est une très belle réalisation. Les locaux sont magnifiques. Ils sont bien organisés pour accueillir les élèves ensemble ou par petits groupes. Et donc j'espère qu'à partir de ces locaux tout à fait exceptionnels, on va pouvoir développer ici des enseignements de très grande qualité pour permettre aux jeunes qui viennent ici de s'intéresser à l'administration et puis de préparer la construction sur un long terme de l'État. Je pense que conformément aux décisions qui ont été prises par les présidents de la République égyptien et français, on peut renforcer la coopération entre l'ENA et l'Académie. Atamanna al-yaoum li shabab al-barnamaj wa li toulab al-madrasa al-academia khadam. Atamanna lahoum koul al-najjar fi hayati al-mihniya wa al-sharsiya. Thank you.